مشاكل كثيرة واجهها تصدير المنتجات الفلاحية في الجزائر. سلع جزائرية منعت من التصدير لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها دوليا في مجال التصدير والإنتاج، ومشاكل أخرى يعرفها هذا القطاع. فما هي أهم هذه العراقيل؟ كل المنتجات بإمكانها أن تصدر، يعني هي سلسلة، طويلة يعني اللي لازم نحققها باش نقدروا يعني نحضروا على ترقية صادرات المواد الفلاحية. من المفروض أن نضبط السوق الداخلي في الأسعار المطبقة في السوق الداخلي أكبر بكثير من السعر اللي راح يعني نصدر به المنتوجات، ولهذا يمكننا أن ننتج يعني الكميات الكافية من حيث الإنتاج، من حيث الكمية ومن حيث النوعية. من يقول أننا نصدر الفائض، ولكن هذه فرضية يعني خاطئة. يعني احنا في الجزائر نعانوا منذ 2005 مع عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. كل مرة الطرف الأوروبي يتحجج بعدم احترام المقاييس. وزير التجارة أجاب عن معظم انشغالات المصدرين وصرح بإنجاز خارطة طريق للتصدير، أهمها إصلاح الإجراءات الجمركية والمشاكل اللوجستية والتصديق على المنتجات الفلاحية، فضلا عن المسائل المتعلقة بتمويل حساب المصدر بالعملة الصعبة والأرضية التجارية وفروع الشركات الجزائرية بالخارج وغيرها. والله نستبشر خير، لكن نسنا تطبيق الأشياء هذه في الميدان، نقولها لك الصراحة، لأنه الآن مقترحات فقط. هي لو طبقت هذه الاقتراحات والاقتراحات اللي رفعناها لوزارة التجارة راح تكون بادرة خير على صادرات في المنتوجات الفلاحية، وراح الرقم راح يضاعف بخمس مرات أو ست مرات. التمور والطماطم والبطاطا الجزائرية أهم المنتوجات الفلاحية المصدرة الآن إلى الأسواق الخارجية، بالإمكان تعزيزها بمنتوجات أخرى بعد الاستراتيجية الجديدة المشجعة للتصدير. فهل ستنجح الحكومة في هذه الاستراتيجية وتتمكن من إنعاش الخزينة العمومية أكثر خارج مجال المحروقات مستقبلاً؟